بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات مركز التعليم المستمر. أهلا بكم في مقرر إدارة الموارد البشرية، وإن شاء الله هنستعرض مع حضراتكم اليوم المحاضرة الرابعة. موضوعنا اليوم من الموضوعات والأنشطة الهامة والرئيسية لإدارة الموارد البشرية، يعني مفيش إدارة للموارد البشرية غير لما تقوم بهذه الوظيفة أو تكون من مهامها الرئيسية هي الاستقطاب والاختيار. الاستقطاب والاختيار، وفي كمان واو تانية إن شاء الله هناخدها الأسبوع القادم أو المحاضرة القادمة، وهو التعيين. يبقى عندي استقطاب، اختيار، تعيين. هنبدأ مع بعض بأول موضوع معانا في محاضرتنا النهاردة، الاستقطاب. هنتناول مفهوم الاستقطاب، أهمية عملية الاستقطاب، قواعد وطرق الاستقطاب، وأخيرا تقويم فاعلية وسائل الاستقطاب. ما هو الاستقطاب؟ من اسمه كده أنا بستقطب كوادر بشرية. هذه الكوادر أنا محتاجاها لما جيت عملت تخطيط الاحتياجات البشرية. لو تفتكروا في المحاضرة الثانية تكلمنا عن تخطيط الاحتياجات البشرية وتخطيط الموارد البشرية، بدأت أقول والله أنا محتاجة عدد من الأيدي العاملة أو الأيدي البشرية، الموارد البشرية اللي أنا محتاجاها في العمل بتاعي أو في المنشأة أو المنظمة بتاعتي. عندي محتاجة 3 مهندسين، 2 فنيين، 10 إداريين إلى آخره. فبدأت أقول والله احتياجاتي، بناء على هذا هبدأ أعمل استقطاب لهذه الكوادر. فما هو الاستقطاب؟ الاستقطاب هو أحد نشاطات إدارة الموارد البشرية، ويعني البحث عن الأفراد الصالحين والمناسبين لملء الوظائف الشاغرة في العمل، ومحاولة جذبهم واختيار الأفضل منهم بعد ذلك للعمل. يبقى أنا دلوقتي في مرحلة استقطاب، بحاول أدور وأشوف وأبحث عن الأفراد المناسبين لشغل الوظائف اللي موجودة عندي فاضية، عشان أحاول بقدر الإمكان إن أنا أختار منهم العناصر المناسبة ليا للعمل والأفضل فيهم. فهو ده مفهوم الاستقطاب. وبيعد نشاط الاستقطاب نشاط يلي على طول عملية تحليل وتوصيف الوظائف وتخطيط الاحتياجات البشرية. لو تفتكروا في المحاضرة الثانية اتكلمنا عن تخطيط الاحتياجات البشرية، وفي المحاضرة الثالثة السابقة على طول اتكلمنا عن عملية تحليل وتوصيف الوظائف. طيب الاستقطاب بقى بيقع فين بالظبط؟ بيقع بعد يعني العمليات دي، بيقع بعد عملية تحليل وتوصيف الوظائف، وكذلك بعد تخطيط الاحتياجات البشرية. لازم أخطط الأول، علشان على أساس هذا التخطيط هقدر أعرف أنا محتاجة عدد قد إيه، وكمان بيتمتعوا بمهارات إيه. بتشترك الاستقطاب في هذه العملية جميع المنظمات، يعني سواء كنت منظمة صغيرة أو منشأة صغيرة أو كبيرة، أنا لازم بيبقى عندي عملية الاستقطاب. إنما إيه الفرق ما بين الاتنين بقى، الاستقطاب في المنشآت الصغيرة والكبيرة؟ في المنشأة الصغيرة بتتم فيها عملية البحث عند الحاجة الفورية، أنا محتاجاهم بسرعة، بكرة أسبوع الجاي بالكتير أكون يعني جايبة العمالة دي اللي يعني ناقصة عندي مش متوفرة عندي، وبيهدف شغل المكان حتى لو بفرد غير مناسب. أنا فترة قصيرة عندي محتاجة العمالة بسرعة بسرعة، فبالتالي ممكن أجيب حتى لو عمالة غير مناسبة. إنما في المنشآت الكبيرة وأنا عندي إدارة موارد بشرية كبيرة وعندي تخطيط جيد للاحتياجات البشرية بيتم قبلها فترة كافية جدا، وأعرف كده العرض المتوقع والنقص المتوقع اللي درسناهم مع بعض، هنا بهتم جدا جدا بعملية تخطيط هذه العملية، عملية الاستقطاب، للحصول على الشخص المناسب في المكان والوقت المناسب، مش أي حد أجيبه عندي، قبل وصول المنافسين له. طيب هل الاستقطاب بيرتبط بوظائف إدارة الموارد البشرية؟ طبعا
كل وظائف إدارة الموارد البشرية بتصب في عملية الاستقطاب، وبينهم وبين بعض يعني علاقات يعني مهمة جدا جدا. يعني أنا لو جبت مثلا خططت جيد للموارد البشرية، ده هيساعدني جدا أبقى عارفة أنا محتاجة عناصر بشرية أولا قد إيه من ناحية الكم، وكمان من ناحية النوع، يعني نوعهم ومهاراتهم إيه. طيب أنا لو حللت الوظائف صح وصممت عملت تصميم وظيفي صح وعملت وصف وظيفي صح، ده هيسهل لي بعد كده عملية الاستقطاب والاختيار والتعيين. فبنقول إن نشاط الاستقطاب له علاقة مباشرة مع جميع أنشطة إدارة الموارد البشرية التي تسعى إلى توفير احتياجات المنظمة من الموارد البشرية. فما هو أهمية الاستقطاب؟ يعني بعد ما عرفنا ما هو الاستقطاب وهل له علاقة مباشرة مع بقية الوظائف أو أنشطة إدارة الموارد البشرية، طب إيه هو أهميته؟ أولاً الاستقطاب الجيد، لو أنا عملت استقطاب جيد ده هيفتح لي أبواب كتيرة ومصادر متاحة أمام المنظمة لتحصل منها على الكفاءات المطلوبة. لو بدأت أخطط كويس وأبدأ أعمل عملية استقطاب جيدة، ده هيتيح لي أن أنا أحصل على أفضل الكفاءات اللي موجودة في سوق العمل. كمان هو توصيل رسالة من المنظمة للمرشحين بأنها المكان المناسب لهم للعمل ولتطوير حياتهم الوظيفية. أنا ببدأ أقول لكم كده على فكرة، أوضح لهم كده من خلال مسج أن أنا من أفضل المنظمات اللي هتبدأوا تشتغلوا فيها، هتفيدكم جدا وهتنموا وترتقوا بحياتكم العملية كلها وحياتكم الوظيفية. أيضا الاستقطاب الخطوة الأولى لبناء قوة عمل فعالة ومنتجة. إذا كنت عايزة أعمل فعلا إنتاج جيد وأكبر من المنظمة بتاعتي، فعملية الاستقطاب الجيد هتساعدني في إتمام هذا الأمر. طيب هل في قواعد بتحكمني أثناء عملية الاستقطاب وأنا بعمل استقطاب؟ في قواعد أو مبادئ بتحدد هذه العملية؟ قال لي آه. أول حاجة لازم تاخد في اعتبارك وانت مدير إدارة الموارد البشرية كده، إن عملية الاستقطاب لازم تبقى مهم جدا إنها تكون مركزية. يبقى مركزية سياسة الاستقطاب، ودي يمكن اتحدثنا فيها أو تحدثنا فيها في المحاضرة الأولى. أيضا لازم أدرس حوالي أوضاع سوق العمل، أخباره إيه، قوانين العمل أخبارها إيه، هل في توطين للوظائف اللي أنا محتاجاها وسعودة مثلا، ولا أقدر إن أنا أجيب عمالة أجنبية. يبقى لازم أدرس كويس أوي أوضاع السوق، إذا كان في انتعاش في السوق ولا في ركود في السوق. تمام. أيضا كمان من ضمن قواعد الاستقطاب لازم أخدها في اعتباري هو التحليل المنظم لمصادر الاستقطاب، دي اللي هنبدأ نشوفها بقى. أنا هبدأ أخد الاستقطاب ده منين بالظبط؟ هل ممكن كل الاستقطاب بيبقى استقطاب خارجي يعني بجيب عمالة جديدة، ولا ممكن أستقطب عمالة من داخل المنظمة؟ ده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة إن شاء الله. أهم حاجة نكون عارفين إيه هي قواعد الاستقطاب، مركزية سياسة الاستقطاب، دراسة أوضاع سوق العمل، والتحليل المنظم لمصادر الاستقطاب. نبدأ بأول حاجة معانا مركزية سياسة الاستقطاب. يعني إيه مركزية؟ يعني تكون في جهة واحدة فقط هي اللي تتولى عملية الاستقطاب، جهة واحدة فقط هي اللي تتولى عملية الاستقطاب. ده هيساعدني في أمور كتيرة قوي. أول حاجة إن أنا أقدر أحفظ البيانات والمعلومات بشكل مركزي، يعني هيكون في جهة واحدة اللي عندها كافة البيانات والمعلومات، مش في كل فرع مثلا أو في كل قطاع في عندي البيانات دي، فهيكون عندي حفظ البيانات والمعلومات بشكل مركزي ومنظم، لو حاولت أرجع ليها في أي وقت هلاقيها بكل سهولة. كمان مراجعة المعلومات وتطويرها أو تعديلها عندما تستجد الظروف، لو في أي أبديت على البيانات دي، لو أنا المكان في مكان واحد مخصص لهذه العملية عملية الاستقطاب، هقدر أعمل لها أبديت أو تعديل عليها بشكل سهل. كمان توحيد استراتيجية الاستقطاب وأساليبه مهمة جدا جدا بعد كده، في إن أنا ما يبقاش عندي أي حزازية أو أي يعني حد يقول أنا مش معنى ده اختار الموظف الفلاني وما اختارش ده، هيبقى في هنا يدخل فيها أهواء، فهيبقى في لجنة خاصة وجهة وحيدة هي خاصة فقط بعملية الاستقطاب يشهد بها ليها طبعا بالأمانة. ايضا من مهم جدا وانا يعني بعمل عملية الاستقطاب ان انا ادرس حواليا سوق العمل، دراسة اوضاع سوق العمل. فلا بد من دراسة اوضاع سوق العمل في الجوانب المختلفة، زي مثلا هل المهارات اللي انا طلباها في الوظيفة دي المتوفرة في السوق، الخبرات اللي انا طلباها متوفرة في سوق العمل مثلا السعودي ولا مش متوفرة، هل حدود السوق عندي ايه، هل بيعتمد فقط على العمالة المحلية ولا ممكن اخد من الدول العربية اللي حواليا، ولا ممكن استقطب عمالة اجنبية.
الظروف الاقتصادية السائدة اللي موجودة في السوق أخبارها إيه؟ أيضاً الإجراءات اللي بيقدمها المنافسون. من ضمن القواعد اللي بتحكمني في عملية الاستقطاب هو التحليل المنظم لمصادر الاستقطاب، وهنا هنبدأ نشوف مع بعض مصادر الاستقطاب إيه؟ هل كلها مصادر خارجية ولا في عندي مصادر داخلية؟ وده هيستدعينا إن إحنا نبدأ نشوف مع بعض دلوقتي طرق الاستقطاب. في عندي استقطاب داخلي، يعني كوادر بشرية بتشغل يعني وظيفة عندي على رأس العمل، تمام، هبدأ استقطبها في وظيفة جديدة. وفي عندي استقطاب خارجي، يبقى استقطاب داخلي من داخل المنظمة نفسها واستقطاب خارجي. ممكن نضع بهذا الشكل مصادر الاستقطاب وطرقه، مصادر داخلية ومصادر خارجية. المصادر الداخلية زي الترقيات، النقل الداخلي، مخزون المهارات، الإعلان الداخلي، الزملاء والمعارف والأصدقاء. إنما المصادر الخارجية متمثلة في الإعلانات في الصحف والمجلات، التقدم المباشر، مكاتب ووكالات التوظيف، المدارس والجامعات، النقابات، المنظمات المهنية، وترشيح الخبراء وأساتذة الجامعات. تعالوا مع بعض نتعرف أكتر عن المصادر الداخلية والخارجية لعملية الاستقطاب. أولاً بالنسبة للاستقطاب الداخلي، فهنا بيتم البحث أولاً داخل المنظمة عن الكفاءات اللي أنا طالباها. وليكن أنا مستشفى وهفتح جناح جديد عندي في المستشفى، أو مصنع وهفتح خط إنتاج جديد، فأنا محتاجة عمالة جديدة، سواء جراحين، سواء أطباء، سواء مهندسين، فأنا محتاجة عمالة جديدة. طيب العمالة الجديدة اللي أنا محتاجاها عندي دي، إيه هي المهارات المطلوبة؟ أبدأ الأول أدور داخل المنظمة، هل الكفاءات أو المهارات اللي أنا طالباها دي موجودة عندي داخل المنظمة ولا لأ؟ فأنا هنا في الاستقطاب الداخلي في البداية ببحث عن الكفاءات المطلوبة داخل المنظمة، طبعا من خلال البيانات والمعلومات اللي موجودة عندي وتعرفنا عليها قبل كده، سواء من خلال مخزون المهارات أو خرائط الإحلال. ياريت نرجع ليها للمحاضرات السابقة ونعرف إيه هي مخزون المهارات وخرائط الإحلال. كمان ده هيساعدني ان انا اختار الاشخاص المطلوبين لملء الوظائف الشاغرة والاعتماد على المصادر الداخلية. طيب العملية دي هل ليها ايجابيات؟ هل ليها سلبيات؟ تعالوا مع بعض نشوف ايه هي ايجابيات وسلبيات الاستقطاب الداخلي. من ضمن المزايا اللي بيحققها الاستقطاب الداخلي او مميزاته او ايجابياته، يعني انه بيرفع الروح المعنويه للعاملين. تخيل انا نزل اعلان دلوقتي بيقول انا محتاج حد على الدرجه الفلانيه، درجه اعلى من الدرجه اللي انا فيها، او في وظيفه كده افضل من الوظيفه اللي انا فيها، فانا بفتح باب الاعلان والتقدم لهذه الوظيفه اذا توفرت عندك مثلا المهارات 1 2 3 او الشروط 1 2 3. فعلى طول ده هيشجعني ان انا يرفع من روحي المعنويه، وافرح جدا ان انا ممكن المهارات اللي ما كانتش يعني باينه، او مثلا انا حاصله على ماجستير او دكتوراه او واخده دبلوم ما كانتش يعني موجوده او بستغلها في شغلي، اقدر ان انا لما اخد وظيفه اخرى في نفس المنظمه اللي بشتغل فيها افضل من الوظيفه اللي انا فيها، طبعا انمي هذه المهارات او اوضح هذه المهارات اللي انا يعني حاصله عليها او بتميز بيها. فاول حاجه هنا عندي من مميزات الاستقطاب الداخلي انه بيحقق عندي ارتفاع الروح المعنويه للعاملين. كمان انخفاض تكاليف الاستقطاب والتهيئة المبدئية والتدريب. انا مش هجيب موظف بقى لسه جديد هبدأ بقى اعمل له تدريب واهيئه واديله دورات تدريبية واهيئه تهيئة مبدئية، ده هنشوفه ان شاء الله في المحاضرات القادمة مع التعيين. وكمان بتكلف في الاستقطاب، الاستقطاب والاعلانات والاختبارات ده كله قاست عليا، كله ده تكاليف. لا، ده انا الموظف ده عندي داخل المنظمة، فمش هعمل اي حاجة ولا هتكلف اي شيء. ايضا موظفي الداخل اللي هم بيشتغلوا في المنظمه اكثر معرفه وبفلسفه واهداف المنظمه، يعني انا بقالي 5 سنين او 10 سنين شغاله في المنظمه، خلاص عارفاها وحافظاها، عارفه سياستها، عارفه اهدافها. فموظفي الداخل اكثر معرفه بفلسفه واهداف المنظمه. كذلك من مميزات الاستقطاب الداخلي ان المنظمه لها قدره على تقويم كفاءه العاملين الداخليين اكثر. انا الموظف ده شغال معايا قبل كده بقاله سنين، فخلاص التعامل بيني وبينه سهل عن اني لو جبت موظف تاني، فبالتالي تقويم كفاءة العاملين الداخلين هيكون اكثر قدرة ليا كمنظمة. طيب هل الاستقطاب الداخلي ليه عيوب ليه سلبيات؟ قال لي اه طبعا. اول حاجة، انت مجرد ما اخدت عمالة من الداخل فانت كده بتقفل باب التعيينات الخارجية، بتقفل باب التعيينات الخارجية. الناس اللي كانت يعني حاطة أملها إن هي تبدأ تشتغل معاك في المنظمة دي خلاص أحبطتها. فقفل باب التعيينات الخارجية بيصيب المتقدمين من الخارج بالإحباط،
ومع تكرار ده لو المنظمة بتعمل الحكاية دي على طول ده بيسيء للأسف للمنظمة. أيضا من عيوب الاستقطاب الداخلي إنه بيحرم المنظمة من دماء جديدة، روح جديدة، فكر جديد، يعني ممكن أدخل أنا وأنا لسه متخرجة من الجامعة أو يعني عندي خبرة حتى ولو بسيطة أو خبرة حتى كبيرة، إن أنا ببقى داخلة عادة منظمة جديدة أو منشأة جديدة وشغل جديد، ببقى دايما بحاول أعرض مهاراتي، أعرض خبراتي، أعرض أفكاري، أحاول أطور عشان يفرحوا بيا وعشان يعني أبقى بالنسبة لهم كده موظف مثالي، يعني ما جابوش عنصر كده يعني طلع غير جيد أو استقطبوا عنصر غير جيد. فبالتالي أنا في الحالة دي، في حالة الاستقطاب الداخلي، أنا حرمت المنظمة بتاعتي من هذه الأفكار والدماء الجديدة، هيضيع عليا فرص للتطوير المحتمل. أيضا الاستقطاب الداخلي للأسف بيثير التعيين الداخلي حساسية ما بين الزملاء، مش معنى أخدته ده وما أخدتوش ده، يعني أخدته زميلي للوظيفة وأنا كنت أحق بيه من هذه الترقية أو الوظيفة دي الشاذرة. هنا عشان الأمر ده وعشان السلبيات دي يجب الإعلان عن الوظائف في لوحة الإعلانات للمنظمة أو في وسائل النشر الداخلية حتى لا تتهم الإدارة بالتحيز، عشان محدش يقول مش معنى اخترت ده فلان وما اخترتش التاني. فيبقى أبدأ أعمل إعلانات، كلها الإعلانات دي موجودة في المصلحة الحكومية أو في الجهة أو في المنشأة، عندي إعلانات داخلية وأبدأ أقول والله اللي توافر فيه هذه الشروط يبدأ يتقدم. تمام، ده بالنسبة للاستقطاب الداخلي. تعالوا مع بعض نتعرف دلوقتي عن طرق الاستقطاب الخارجي. بتتعدد الحقيقة وسائل وطرق الاستقطاب الخارجي المتاح استخدامها بين المنظمات، يعني على حسب كل منظمة بتحب تختار أي وسيلة منهم تكون مناسبة ليها، وممكن تختار كمان أكتر من وسيلة. من ضمنهم في عندي المعاهد والجامعات، مكاتب التوظيف، الإعلانات، الإعلان داخل المنظمة، مكاتب الاستقطاب والموظفين الحاليين بالمنظمة، وهنعرف إزاي في الاستقطاب الخارجي. تمام، تعالوا مع بعض نتعرف على أكتر من وسيلة وطريقة للاستقطاب الخارجي. أول وسيلة معانا النهاردة أو في الاستقطاب الخارجي هي وسيلة الإعلانات. الإعلانات زي يعني الوسيلة يمكن الأكثر انتشارا في الصحف، في المجلات، في يعني مواقع الإنترنت، في عدة وسائل كتيرة جدا. لو أنا عندي وظائف متخصصة فهبدأ أعلن في مجلات متخصصة علمية للكفاءات الرفيعة دي. طيب، أهم حاجة بقى في الإعلان هو بناء وتصميم الإعلان عشان أجذب كده عين يعني القارئ، تمام، أو حتى المستمع للإعلان لو هي إعلان صوتي مثلا، فأنا لازم أخد في اعتباري الإعلان ده هبنيه إزاي وتصميمه هيبقى عامل إزاي. فاختيار مكان مناسب للإعلان، لازم أختار مكان مناسب للإعلان، أحاول أثير الرغبة في الوظيفة بكلمات وعبارات تحفيزية، إن أنا أحدد العمالة المطلوبة من المتقدمين، أنا محتاج كم مهندس، كم طبيب، كم عضو هيئة تدريس، وحتى المتقدمين على الاتصال وإرسال طلب التعيين. الوسيلة الأخرى من وسائل الاستقطاب هي مكاتب التوظيف، ودي بتبقى مكاتب قائمة على هذا العمل فقط، إنها توظف الأفراد اللي بيبحثوا عن عمل، فبتكون هي حلقة الوصل ما بين الأفراد اللي بيبحثوا عن عمل وما بين المنظمات اللي بترغب في الحصول على عاملين. ما هي أنواع مكاتب التوظيف؟ هل كلها مكاتب خاصة؟ طيب، مكاتب حكومية قال لي في أكتر من نوع. في عندي مكاتب العمل بالمؤسسات الغير ربحية، وفي مكاتب العمل الخاصة، وفي المكاتب الحكومية. مكاتب العمل بالمؤسسات الغير ربحية ده أول نوع معانا من أنواع مكاتب التوظيف، زي الغرف التجارية والصناعية والجمعيات المهنية، ودي المكاتب دي ما بتاخدش أي رسوم، لا تحصل على أي رسوم. النوع الثاني اللي هي المكاتب الحكومية، زي اللي موجود هنا عندنا في السوق في السوق السعودي، زي تقاد، تمهير، دروب، هدف، صندوق هدف للموارد البشرية. تمام، هذه المكاتب الحكومية لا تحصل أيضا على رسوم. إنما مكاتب العمل الخاصة هي دي وظيفتها، ده أفراد يعني عاديين جدا بيبدأوا يعملوا شركات للتوظيف أو مكاتب للتوظيف، بيبدأ أنا أحصل هنا على رسوم من طالب العمل اللي أنا ببحث عن وظيفة أو من المؤسسة اللي هي طالبة أيدي عاملة أو كوادر بشرية. مكاتب التوظيف الأساس في عملها هو تحدد المؤسسات متطلباتها الوظيفية ومواصفاتها في شاغل الوظيفة،
ويقوم الباحثون عن العمل بتسجيل رغباتهم وبيان عن مؤهلاتهم وخبراتهم لدى هذه المكاتب. يعني أنا في البداية كمؤسسة الخطوة الأولى بتبدأ من المؤسسة أو في المنظمة أو المنشأة اللي طالبة عمالة أو كوادر بشرية، ببدأ أقول أنا محتاجة العدد قد إيه ومهاراتهم قد إيه. بتبدأ مكاتب التوظيف بناء على هذه الأعداد والمهارات المطلوبة والشروط المطلوبة، بتبدأ تبحث من الطلبات التوظيف اللي جات لها كتيرة، من بينها تبدأ تبحث عن المناسبين لهذا العمل. فبنقول ثم تقوم هذه المكاتب بالتوفيق بين طلبات المؤسسات ورغبات الباحثين واتخاذ إجراءات الاتصال، تبدأ تتواصل مع المؤسسات وتتواصل كمان مع الأفراد اللي هم بيبحثوا عن عمل. وبيستفيد هنا طبعا لو أنا عندي داتا انتري كويسة وعندي المعلومات كويسة على الحاسب الآلي تقدر تفيدني واسترجعها بشكل سريع. احيانا المكاتب التوظيف دي بتمتد كمان عملها انها بتقوم بالعمل المقابلات للمتقدمين للوظائف، وتبدا تختار كمان الانسب وترسلهم على طول للمنظمه او للمنشاه اللي هي بتبحث عن كوادر بشريه. هل لمكاتب التوظيف مشاكل؟ ما هي مشاكل مكاتب التوظيف؟ الحقيقة مكاتب التوظيف قد تقدم عناصر غير مؤهلة للشركات لتجاوز بعض الإجراءات وعدم دقة المقابلات. يعني أنا ممكن أكون مش متخصصة في الأمور الفنية والهندسية والأمور الطبية، هجيب عضو هيئة التدريس وهعمل له مقابلة مش متخصصة في مجاله، فبالتالي المقابلة مش هتكون جيدة، وبالتالي ممكن ما أستخرجش أو أستقطب واختار عناصر جيدة للمنظمة. للتغلب على هذا الأمر ممكن هنا تتم المنظمات اللي هي طالبة الكوادر البشرية تبدأ تعطي هذه الشركات والمكاتب وصف دقيق لشروط شاغل الوظيفة، عشان من خلالها يبدأوا فعلا يشوفوا الشروط دي منطبقة عليه ولا لا، ما خدت الشروط كده عامة. تحديد كمان الوسائل المطلوبة لفحص المتقدمين، إذا كان هعمل لهم مقابلات، امتحانات، اختبارات، كل ده أبدأ بقى أطبقه عشان أتفادى نقطة إن أنا ممكن أختار عناصر غير جيدة. الوسيلة الثالثة اللي معانا من وسائل أو طرق الاستقطاب الخارجي هي مكاتب الاستقطاب الاستشارية. مكاتب الاستقطاب الاستشارية، ومن اسمها كده استشارية، فأنا هنا بدور على كفاءات بشرية معينة رفيعة، يعني عادة بتكون نادرة مش موجودة كثيرة في سوق العمل. وهذه المكاتب الحقيقة هي موجودة بشكل أكبر في بعض الدول المتقدمة، وهنا بتهدف بالبحث نيابة عن المنظمات عن الكفاءات البشرية الرفيعة في المستوى، مثل المدراء والمدير عام أو مدير تنفيذي، تمام. وبتقوم نيابة عن هذه المنظمات بعمليات الاستقطاب وتحليل طلبات التوظيف والمقابلات، وبعد كده تقدم النتائج اللي وصلت لها بعد ما بدأت تحلل كل الطلبات اللي جاية لها وعملت عملية الاستقطاب، تقدم بقى الطلبات دي للمؤسسات للطلبة اللي هم المرشحين، وتبدأ تقول لهم هم دول اللي أنا يعني في النهاية استخرجت لهم كده من يعني الطلبات اللي جات لي كتير، وأتصور إن هم دول المناسبين لهذه الوظيفة. من ضمن مصادر ووسائل الاستقطاب الخارجي أيضا هي المعاهد والجامعات. يعني المعاهد والجامعات بها عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات واللي هم خلاص مشرفين على التخرج قربوا يتخرجوا، فهنا ببدأ أقوم أنا كمنظمة باحثة عن عمالة جديدة بزيارة هذه الجامعات والمعاهد لاستقطاب المتميزين أو المتفوقين فقط. إيجابياتها طبعا أنها وسيلة سهلة، أقدر على طول إن أنا أزور المعاهد والجامعات وأرتب للزيارة، وهيبقى عندي تشكيلة كبيرة وواسعة من التخصصات، وكمان هتكون فرصة حلوة جدا جدا للخريجين. أنا دلوقتي في آخر سنة في الدراسة في البكالوريوس، وجت منظمة أو شركة بدأت تعمل معايا انترفيو وعدتني إن شاء الله بمجرد ما أتخرج، طبعا بعد المقابلة اللي عملتها معايا وكانت مقابلة ناجحة، إن أنا إن شاء الله هتوظف عندهم. فدي بتبقى فرصة وتشانس حلوة جدا للخريجين. لكن للأسف سلبياتها إن بيكون الأيدي العاملة دي الطلبة والطالبات واللي خلاص قربوا يتخرجوا بيكونوا ما عندهمش خبرة سابقة، فوجود أيدي عاملة هتدخل عندي المنظمة دون خبرة سابقة، إذا كنت محتاج خبرة سابقة فللأسف دي هتكون مشكلة عندي. كمان لا يتخرج المرشحون من الجامعات إلا في فترات معينة قد لا تتوافق مع احتياجات المنظمة، وليكن أنا عملت دلوقتي في
في شهر مثلا نوفمبر او ديسمبر عملت يعني عدد من اللقاءات مع في الجامعات والمعاهد مع الطلبه المتميزين فيها، وكنت محتاج في خلال شهر او شهرين يعني اللي الاقيه كويس يبدا يشتغل عندي، فانا محتاج كوادر بشريه في فتره قريبه جدا. طيب الطلبه دول حتى لو بكالوريوس مش هيتخرجوا قبل شهر مايو، قبل شهر يونيو، تمام؟ فانا لسه قدامي 5 أو 6 شهور أو 7 شهور عبال ما الطالب ده يتخرج، وممكن اشوف طالب كمان يكون لسه قدامه سنتين او حاجه في الدراسه، فهذه هتكون مشكله. ايضا من سلبيات المعاهد والجامعات والطريقه دي يعني في الاستقطاب الخارجي، ان بالرغم من تقديم هذه الوسيله لمرشحين عديم الخبره، الا ان المنظمه في حاجه لبناء جيل جديد. يعني هنا بالنسبه لي ممكن تكون نقطه ايجابيه، انا محتاجه كوادر بشريه ممكن عندهم خبره، بس احيانا ببقى عايزه دماء جديده وابني انا صف جديد وجيل جديد عندي في العمل، اللي بنقول عليه الصف الثاني والثالث بقى في العمل، فعايزه جيل جديد ابدا ابنيه في المنظمه بتاعتي. ايضا من ضمن وسائل وطرق الاستقطاب الخارجي هم الموظفون العاملون بالمنظمه. طب احنا دي مش قلناها من شويه في الاستقطاب الداخلي بالظبط، وقلنا عشان نتفادى اي مشاكل تحصل في الاستقطاب الداخلي ننزل اعلانات، هذا الاعلان انزله داخل المنظمه وكمان خارجها. طيب لو انا عندي حد في المنظمه بثق فيه جدا، يعني بقول والله ان الموظف ده كفء وانا محتاج حد على وظيفة في شكل سريع في وظيفة شاغرة عندي، انا ممكن اتواصل بشكل مباشر مع هذا الموظف الكفء اللي عندي، اللي انا يعني بتوسم ان هو كل اكيد معارفه او اصدقائه والناس اللي يعرفهم يكون على نفس مستواه، بتوسم فيهم هذا وبقول لهم لو تشوفولي يعني موظف يكون بالشروط دي، لو تتوافر عليه الشروط دي لشغل هذه الوظيفة، فبيبدأ عندي هنا يحصل تواصل داخلي من داخل المنظمة. فبنقول الموظفون العاملون بالمنظمة بمعنى الاتصال المباشر بالموظفين الحاليين وما يعرفون من الأصدقاء والأقارب ممن تنطبق عليهم مواصفات الوظيفة الشاغرة تناسب الوظائف المهنية. من مميزات الموظفون العاملون بالمنظمة إن الأشخاص الموصى بهم غالباً ما يتوافقون فعلاً مع شروط الوظيفة، يعني أنا مش هجيب لك حد بقى طالما أنت جيت سألتني عن موظف غير لما يكون فعلاً مناسب لهذه الوظيفة، لأن الموصي لا يريد أن يظهر أمام المنظمة بمظهر سلبي، مش عايز أبان بشكل وحش قدامك لو جبت لك موظف غير كفء. إنما من عيوبها للأسف إن هي بيكون فيها بعض التحيز، يعني برضو هنرجع نقول ليه قلت لفلان وما قلت ليش أنا، فهتبدأ حساسية أو يعني حساسية ما بين الموظفين وبعضهم البعض. كذلك من طرق الاستقطاب الخارجي هي مكاتب التوظيف بالمنظمة. مكاتب توظيف بالمنظمة بيبقى عندي مكتب خاص بهذا بالمنظمة، ببدأ أنزل بقى إعلانات عن الوظائف الشاغرة، الإعلانات دي بتكون داخلية وكمان خارجية، بتعتمد على قيام المنظمة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة في لوحة الإعلانات على مدخل المنظمة، ببدأ أحطه كده ويكون في مكان بارز أو في مكاتبها في فروعها المختلفة، وهي وسيلة ملفتة للنظر للعابرين الذين يبحثون عن عمل فعلاً، ويجب هنا استقبالهم استقبال جيد مع شرح متكامل للمنظمة وللموظفين بما يؤدي لإعطاء جيد عن المنظمة. والطريقة دي بتتوافق مع الوظائف الحقيقة الإدارية أو الكتابية أو المهنية، إنما لو وظائف بقى رفيعة مدير رئيس قسم طبيب مهندس الحقيقة بتبقى يعني صعبة شوية. وهنا بيتم المفاضلة بين هذه الطرق المختلفة اللي احنا تعرضنا ليها كلها في ضوء التكلفة، ببدأ أشوف أنا كمنظمة حاطة قد إيه كوست أو تكلفة للاستقطاب، وفي ضوء كمان طبيعة العمل نفسه أو نوع الموظفين اللي أنا طالباهم، فهبدأ أشوف الوسيلة المناسبة ليا من الوسائل اللي احنا شفناها في الاستقطاب الخارجي. كمان الاستقطاب لا يحدد من سيتم تعيينه في نهايه المطاف، يعني انا مش عشان جبتك دلوقتي استقطبت عماله يعني كده خلاص اتعينت، لا طبعا لسه قدامي حاجات كتيره قوي، فبيتم دراسه وتحليل طلب ومقابله اذا لزم الامر، بحيث يتم بعد ذلك اختيار بعضهم ثم التعيين. يبقى بعد الاستقطاب هندخل على المرحله اللي بعد كده وهي الاختيار. خلينا نشوف مع بعض كده تسلسل عملية الاستقطاب والاختيار والتعيين. في بداية المحاضرة قلت لكم في لسه واو كمان زيادة هناخدها إن شاء الله في المحاضرة القادمة، الاستقطاب والاختيار والتعيين. نبدأ منين؟ هل نبدأ من الاختيار ثم التعيين ثم الاستقطاب، ولا نبدأ من التعيين
وبعد كده نختار وبعد كده نستقطب ولا ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف تسلسل العملية بيبدأ ازاي. التسلسل بياخد شكل هرم مقلوب، فببدأ بعدد كبير قوي من المتقدمين اللي هي بتبقى في مرحلة الاستقطاب، فدي المرحلة الأولى عندي. ببدأ بعد كده أختار منهم فبيقل العدد، المرحلة الثانية اللي هي الاختيار اللي هناخدها مع بعض النهاردة إن شاء الله، وبينتهي بعدد قليل قوي اللي أنا هبدأ أختارهم خلاص وحطيت عيني عليهم، دول اللي هعينهم. فأول مرحلة هي الاستقطاب، ثم الاختيار، وأخيرا التعيين. عملية الاختيار، ما هو الاختيار؟ الاختيار الحقيقة هو الخطوة الثانية على طول بعد الاستقطاب. بعد ما استقطبت العمالة دي وليكن 100 موظف، هبدأ بقى أعمل سيليكشن، هبدأ أختار ما بينهم، والخطوة اللي بتسبق التعيين. يعني أنا قبلية الاختيار دلوقتي، أنا قبلية الاستقطاب وبعدية على طول التعيين. بنقول الاختيار هي عملية يستطيع الخبراء من خلالها أن يوفقوا بين مواصفات الأفراد المتقدمين للعمل وبين واجبات الوظيفة. يعني من خلال العدد الكبير اللي تقدم لي ده، هبدأ أختار منهم، هبدأ أختار من المتقدمين دول، وأوفق ما بين مواصفات الأفراد المتقدمين، أشوف مواصفاتهم اللي هم تقدموا، وما بين مهارات أو واجبات الوظيفة. أين الوظيفة دي طالبة واجبات إيه؟ فهل الواجبات دي متوفرة عند هؤلاء الأفراد ومواصفاتهم متوفرة فيها ولا لا؟ فهي دي عملية الاختيار. ما هي خطوات الاختيار؟ ما هي خطوات الاختيار؟ الخطوة الأولى عندي والخطوة المبدئية أن أنا أبدأ أفحص بقى الطلبات اللي جات لي، طلبات التوظيف الكتيرة اللي جات لي، السي في، السيرة الذاتية. أبدأ أفحص الطلبات الأولى للتوظيف والسيرة الذاتية، ثم بعد ذلك أقوم بعمل اختبارات، أختبر بقى الناس اللي جبتهم دول وفحصت السيرة الذاتية واخترت منهم كام سيرة ذاتية أو كام طلب توظيف، أبدأ أعمل لهم اختبارات. نجحوا في الاختبارات، أبدأ أعمل لهم مقابلات. وأخيرا الجهات المرجعية السابقة والتوصيات الشخصية. تعالوا مع بعض نشوف كل خطوة من دول اللي بيتم فيها بالظبط. أول خطوة معانا من خطوات عملية الاختيار هي الفحص الأولي لطلبات التوظيف والسير الذاتية. أبدأ أفحص طلبات التوظيف اللي عندي والسير الذاتية اللي تم تقديمها، وأشوف مناسبين للوظيفة اللي أنا أعلنت عليها والمتطلبات والشروط اللي أنا أعلنت عليها ولا لأ. أول حاجة بشوف عندي استمارات طلب التوظيف، دي عادة بتكون بعض الجهات بتبدأ تعمل هذه الاستمارات، عبارة عن سجل رسمي بيملأه المتقدم لطلب الوظيفة وبيرجع لي عند المقابلة. يعني عند المقابلة إن شاء الله لما أجي أختاره وأبدأ أعمل له مقابلة شخصية، أبدأ أرجع لهذه الاستمارة أتأكد من البيانات اللي موجودة فيها والمعلومات مطابقة للبيانات اللي بيقولها والمعلومات اللي بيقولها ولا لأ. بيكون فيها ايه استمارة طلب التوظيف؟ بيكون فيها معلومات شخصية، الاسم، السن، العنوان، يعني كل حاجة، بيانات شخصية، الايميل، الجوال، معلومات عن الوظيفة المطلوبة، مسمى الوظيفة، الاجر، نوع العمل اللي برغب فيه، معلومات عن المستوى التعليمي والتدريبي من ناحية المؤهلات واسم الجامعة ومكان الدراسات العليا اذا كان فيه اي برامج تعليمية، والتخصص العام والتخصص الدقيق، كذلك معلومات عن الحالة الصحية لو في لا قدر الله أي معوقات أو أمراض مزمنة. وأيضا لو كنت بشتغل في وظيفة سابقة فأبدأ أعمل التاريخ الوظيفي السابق وأبدأ أسرده. وأيضا إذا كان في جهات أو أماكن يمكنني الاتصال بها للتذكية أو للاستفسار. هذا ما يخص استمارة طلب التوظيف. كمان ببدأ أفحص السيرة الذاتية، السيرة الذاتية اللي تم تقديمها، وده سجل غير رسمي بيعرض فيه المتقدم معلومات كافية عنه. أنا بقى ككادر بشري أو متقدم الوظيفة أنا اللي بصمم وبعمل هذه السيرة الذاتية، ببدأ أكتب فيها السن، العنوان، الدرجات العلمية الحاصلة عليها وتقديرات وسنوات التخرج، لو في لغات أخرى بجدها غير مثلا اللغة العربية، لو في خبرات وظيفية سابقة أبدأ أحط ده كله، والصفات الشخصية وأي مهارات وقدرات خاصة، دي فقط بتكون موجودة في السيرة الذاتية وليس في استمارة طلب التوظيف، اللي هي الصفات الشخصية وأي مهارات وقدرات خاصة. الخطوة الثانية من خطوات الاختيار هي الاختبارات. يعني أبدأ أعمل اختبارات، هي طريقة موضوعية ضمن خطوات الاختيار التي يتم فيها أو في ضوئها قبول أو عدم قبول المرشح. هبدأ هنا أعمل لهم تيستس أو اختبارات بناء عليه، اللي هينجح هيبدأ معايا الخطوة اللي بعديه،
للأسف اللي مش هينجح أو يرسب فيها هيبدأ يعني أقول له شكرا وخلاص خرج كده من إطار الوظيفة. في هنا عندي اختبارات كتيرة قوي بتختلف طبقا للوظيفة وطبقا للمتقدم ليها، في اختبارات ذكاء، اختبارات قدرات واستعداد، اختبارات شخصية، اختبارات الإنجاز والمعرفة الفنية، اختبارات نماذج الأداء، وفي عندي مراكز التقويم الإداري. وتعالوا مع بعض نشوف يعني إيه مراكز التقويم الإداري. دي بتقوم على أساس إتاحة الفرصة للمتقدمين للوظائف في قضاء يومين أو ثلاثة في برنامج مكثف لأداء بعض الوظائف أو مواجهة بعض المواقف الإدارية في طبيعة العمل للمتقدمين له تحت أنظار أناس متخصصين. ببدأ هنا أعمل لهم زي سيميوليشن أو محاكاة، يبدأوا ينزلوا الشغل يومين ثلاثة وأبدأ أنا ألاحظهم وأتابعهم وأشوف هيتعاملوا إزاي. من أهم الأساليب المستخدمة هنا في مراكز التقويم الإداري المناقشات الجماعية، الأدوار الإدارية، والمحاضرات الفردية. الخطوة الثالثة معانا من خطوات الاختيار. أول خطوة كنا اتكلمنا عن إن أنا أبدأ أفحص الاستمارات طلب التوظيف والسيرة الذاتية، ثاني خطوة كانت الاختبارات. الخطوة الثالثة وهي خطوة مهمة جدا اللي بتنتج عن الاختبارات، اللي ينجح في الاختبار هيبدأ يدخل على المقابلات الشخصية، وهذه المقابلات من ضمن العمليات اللي بتسبق عملية اختيار الموظفين، يعني بناء عليها بقى هبدأ هنا أختار وأعين الموظف. وهنا جوانب المقابلة يجب أن تركز على عدد من الجوانب زي الذكاء العام، مقتضيات الصحة العامة للوظيفة، هل محتاجة يعني مقتضيات معينة صحية للوظيفة، الجانب الطبيعي الحيوي، المعرفة والمستوى التعليمي والتدريب السابق والخبرات والقدرات الخاصة والسمات الشخصية، وأيضا مدى ملائمة ظروف الوظيفة للمتقدم. أنا مثلا بشتغل يعني شفتات مسائية، هل هتناسب المتقدم ده أو المتقدمة لهذه الوظيفة ولا لا؟ طيب أنا كإدارة موارد بشرية عشان أعمل مقابلة أقول عليها فعلا المقابلة دي كانت فعالة وقدرت أختار عدد كبير من الكوادر البشرية اللي هيناسبوني في المنظمة، ما هي معايير المقابلات الفعالة؟ أول حاجة لازم أكون براجع كويس استمارة طلب الوظيفة قبل المقابلة، أبدأ أراجع استمارات طلب التوظيف والسيرة الذاتية المتقدمة. اختيار مكان ووقت مناسب للمقابلة، ما ينفعش أعمله مثلا في وقت يعني الناس كلها أجازة فيه أو يوم جمعة أو أعمله مسائي قوي، تمام؟ إعطاء وقت متساوي لكل المقابلين، كل اللي هيتقدموا هبدأ أعمل لهم مقابلات شخصية أديهم وقت يعني قد بعض تقريبا، تمام؟ ما أديش وقت لحد أكتر من التاني. تدريب المقابل من الاستفادة القوى من المقابلة، أيضا تقويم المقابلة وتوزيع الدرجات وفقا لدرجة أهمية الجوانب المختلفة للوظيفة وتدوين الدرجات أول بأول، عشان كده لازم أبقى داخلة معايا زي روبريك أو استمارة كده لأبدأ على فيها بتبقى نقاط، أبدأ أسأل على كل نقطة وأدي الدرجة أول بأول عشان ما انساش. تجنب ما يسمى بتأثير الهالة، ما أقولش مثلا ده حد الطلة بتاعته أول ما دخل عليا أنا اتشائمت أنا اتضايقت أو فرحت، لا ما ينفعش، أبدأ أحط الجوانب العاطفية دي على جنب تماما أثناء المقابلة. أيضا التركيز على الأسئلة ذات العلاقة بالموضوع، أنا يعني بقابل شخص متخصص في كده أتكلم في هذا الأمر، ما أدخلش في يعني موضوعات أخرى ملهاش علاقة بالمقابلة. كسر حاجز الرهبة بعبارات قصيرة ودية، مين فينا ما راحش مقابلة لشغل وما كانش متوتر وخايف حتى لو بقاله فترة في المجال اللي هو بيشتغل فيه، لكن أول يعني دقيقتين ثلاثة عادة بتكون عندنا رهبة، فأنا وظيفتي هنا كمقابل لازم أحاول أكثر هذه الرهبة بعبارات بسيطة ودية، أسأله عن حاله، الأخبار، والطريق كان كويس، أبدأ أقلل من روعه. كمان عدم البحث عن نقاط الضعف في المتقدم وتصيد الأخطاء، ما أجيش لاحظت إن أنا مثلا إن الشخص ده يعني النقطة دي مش مدرك فيها قوي أو ما عندوش معلومات كافية قوي وأبدأ أركز عليها كتير وأسيب جوانب أخرى، خلاص أتطرق لنقطة أخرى. دي أهم النقاط اللي لازم تكون متوفرة معايا عشان أقدر أعمل مقابلة فعالة. ورغم شيوع المقابلات إلا أن الدراسات والبحوث قد أوضحت عدم مصداقية أو صلاحية المقابلات في التنبؤ بأداء الموظفين مستقبلا لعدة أسباب، يعني مش عملت مقابلة النهاردة وقلت والله إن الشخص ده فعلا هيبقى بيرفكت في الشغل مش فعلا هتبقى إنتاجيته عالية، لا مش دايما التنبؤات والتوقعات دي بتكون سليمة. ليه؟
أول حاجة للحكم السريع على المتقدم والحكم المتحيز. تحيزت الشخص، حكمت عليه حكم سريع، لسه ما تعاملتش معاه. الحاجة العاجلة لملء الوظائف الشاغرة، أنا مستعجلة وعملت مقابلات بسرعة عشان عندي وظيفة محتاجة حد فيها بدون ما تأنى في المقابلة. تأثير الجوانب غير اللفظية على تقييم المتقدمين، الشكل الخارجي، الكلام الخارجي، الحركات، ممكن ده تأثر عليا أنا وأقول ده الشخص ده مناسب جدا. عدم اختيار وقت مناسب للمقابلة. آخر خطوة معايا من خطوات الاختيار هي الجهات المرجعية السابقة والتوصيات الشخصية. لو أنا عندي بقى تذكية من حد، هنا بيتم فيها جمع معلومات من الجهات التي سبق العمل فيها من قبل، سواء من صاحب العمل أو الرؤساء أو زملاء العمل. يعني لو كنت شغالة قبل كده وتركت الوظيفة، يفضل قبل ما تسيبها، يعني لو في علاقة طيبة بينك وبين الناس هناك، تبدأ تاخد منهم خطابات توصية أو تذكية، ويفضل كمان تكون من رؤسائك في العمل وأي حد عنده موقع عالي أو بوزيشن كبير. هنا يجب أن تكون هذه المعلومات على علاقة وثيقة ومباشرة بالعمل. ما ينفعش أتكلم عن صفاته الشخصية، لا، أنا بتكلم عن يعني عن مهاراته في العمل، ولا تتعدى خصوصيات الفرد. أيضا قد يطلب من الفرد أو يطلب من الفرد بعض التوصيات من أشخاص غير أصحاب العمل السابق، وأن لا يكونوا من أقربائي، ولكن يفضل أن تأتي من قيادات إدارية أو مهنية رفيعة، حيث أن هذه المستويات عادة لا تعطي معلومات غير صحيحة. وأخيرا بعد ما اتكلمنا عن خطوات الاختيار، بنسأل بعض دلوقتي إيه هي القواعد اللي بتساعد في تحقيق العدالة في عملية الاختيار عشان أعمل اختيار فعلا عادل، ما أكونش يعني أخدت ناس على حساب ناس. إيه هي القواعد اللي بتحكمني وبتساعدني إن أنا أقدر أحقق العدالة في عملية الاختيار؟ أول حاجة الثبات والتوازن في إجراءات الاختيار. الحاجة التانية اعتماد الموضوعية في إجراءات الاختيار. 3 السرية في إجراءات الاختيار. 4 أن يتم إجراء الاختبارات والمقابلات من خلال خبراء متخصصين. أخيرا إعداد معايير موحدة للاختبارات والمقابلات. زي ما قلت لكم وأنا داخلة أعمل مقابلة، لازم يبقى معايا معايير بوحدها على كل المتقدمين. من أهم المصطلحات اللي عرضناها في محاضرة اليوم في محاضرة الاستقطاب والاختيار هو مصطلح الاستقطاب، الاختيار، والسيرة الذاتية. وما ننساش إحنا في بداية المحاضرة قلنا معانا النهاردة الاستقطاب، الاختيار، وفاضل حاجة تالتة عشان تكملهم والفرد ده يتعين، وهو التعيين. إن شاء الله هو يكون موضوع محاضرتنا القادمة بإذن الله التعيين. بشكركم وبتمنى تكون محاضرة النهاردة مفيدة لحضراتكم واستفدتوا منها والمعلومات تكون واضحة. إن شاء الله على موعدنا ولقائنا الأسبوع القادم في محاضرة جديدة من محاضرات مقرر إدارة الموارد البشرية. شكرا جزيلا، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.